بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم مرة تانية، وربنا سبحانه وتعالى يأمر سيدنا النبي في القرآن بالتبتل، يقول له وتبتل إليه تبتيلا. التبتل بيبقى بالتضرع، بالاستكانة، بالخشوع، بالخضوع لله سبحانه وتعالى، وده علم يدرس. لما نسمع بعض المبتهلين أو المنشدين أو القراء ويعني يأخذنا بكلامه إلى الله جل وعلا، هو ده التبتل والابتهال والتضرع. فتعالوا نروح لعبد الرحمن يسمعنا يعني جزء كده فيه تبتل إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الفقير إليك يا ربي، تفضل يا عبد الرحمن. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. والضعف فيا أصيل، وأنت رب غني. والضعف فيا أصيل، وأنت رب غني. الكل يفنى ويبلى، الكل يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي يا الله يا تخفى، لكن عفوك أوفى. معايبي ليست تخفى، لكن عفوك أوفى. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا. أحيا بروح طموح، ملأ رجاء وخوفا. أحيا بروح طموح، ملأ رجاء وخوفا. تطير تسجد تسمو، وتحتسي النور صرفا. تطير تسجد تسمو، وتحتسي النور صرفا، وتحتسي النور صرفا يا الله يا الله. إن شاء الله كلمات جميلة يا عبد الرحمن، فيها ابتهال وتضرع إلى الله. كلمات مين الكلمات دي؟ ما شاء الله، مش عارف صراحة. هي من التراث، التراث السوري. لا، حاجة جميلة ما شاء الله، يعني بينادي الروح
وعايز يسمو بروحه إلى الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن شاء الله عليك، ربنا يفتح عليك ويزيدك ونشوفك كده في أعلى الدرجات، عالم كبير إن شاء الله مع القرآن والابتهال. يعني الابتهال ما يخلكش تأثر في العلم وتحصيل العلوم، خصوصا وانت قلت لي السنة دي جايب جيد جدا ما شاء الله في أولى شريعة وداخل تانية. ربنا يوفقك ويبارك فيك، وتحياتي لوالدك الشيخ محمد على جهده معك، ربنا يبارك فيه ويحفظه ونشوفك كده في أعلى الدرجات إن شاء الله. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ومصر مليئة بالخير من أولادنا وبناتنا حفظت القرآن الكريم، والقرآن ما بيعطلش حد عن الدراسة وعن الإقبال على العلوم. نسأل الله أن يربي لنا أولادنا وأن يربي لنا بناتنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا، اللهم أمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.